الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج مصر جميله. يا رب بصبح على حضراتكم وبصبح على مصر كلها بالخير والسعاده والتفاؤل. يا رب دايما نكون في احسن صحه وفي احسن حال. بلدنا الحبيبه مصر دايما في علو ودايما في تقدم باذن الله. حقيقه من اجمل ما قريت النهارده، ويمكن متابع شويه من فتره، مشكلة أساسية زي ما بنتكلم دايما وبنقول انه لما حضرتك تروح تتفرج على المحاكم، خاصة في محاكم الأسرة، تحس انه مصر كلها بتطلق بعض، بتسيب بعض، مفيش ود بين الناس. قضايا كتيرة جدا جدا جدا. الحقيقة الدولة حاولت تعمل دور كبير في الجزء دوت، وانتوا حضراتكم يمكن عارفين انه محاكم الأسرة بيبقى فيها فريق الاول، فريق دوت بيقعد وبياخد المشكلة وبعدين بيبدأ يتكلم مع الطرفين، بيحاول الاصلاح، لكن في النهاية بتبقى قضية ما بين اتنين كان في بينهم ود ومعروف. النهاردة لما نيجي نتكلم على الجزئية دي، طب احنا عملنا اجراءات بتسبق هذه الجزئية قبل ما نوصل لهذه المرحلة؟ فهمنا الزوج والزوجة او الابن او البنت قبل ما يخشوا على الجواز هم رايحين يتجوزوا ليه؟ يعني لما تيجي تسأل كده اقول ايه، 50%، ده 50% دوت يعني رقم قليل جدا، 80% من اللي بيتجوزوا هو انت بتتجوز ليه؟ ده سؤال الحقيقة نوع من انواع الفلسفة شوية مع الشخص نفسه اللي مقبل على الزواج. انت بتتجوز ليه؟ هتلاقيه تاه، هتلاقيه مش مفكر. في جزء كبير يمكن بيرتب، في يقول لك سنة الحياة، في واحد يقول لك اصله انا لازم اتجوز عشان اكمل حياتي، في واحد يقول لك اصل انا حبيت فلانة، وهكذا. لكن في الاخر التوعية، فكرة الام اللي كانت بتقعد مع ابنها وبنتها وتفهمها وتوعيها ايه اللي بيحصل في الزواج، وان الزواج ده حياة كاملة، وانك انت هتبقي صاحبة مسؤولية، والراجل برضو هيبقى شايل مسؤولية وهيبقى عنده اولاد وهيبقى مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن الذرية وعن الرعية اللي هو مسؤول عنها. ده كله احنا ما بنتكلمش فيه قبل الزواج. على فكرة حقيقة مركز الازهر العالمي عمل حاجة اكتر من رائعة، وانا بحييهم عليها الحقيقة، وهنتكلم فيها كتير الحقيقة النهاردة، لانها كانت جزء مهم جدا، وانا بشوف انه من اولويات الزواج ان انا اخد الدورات التدريبية، افهم، يكون عندي صحة نفسية جيدة قبل ما اخش واخد بنت الناس، يكون عندي تفاهم للحياة القادمة، اكون عارف انا رايح اتجوز وهعمل ايه في هذا الزواج. ده جزء مهم جدا، سواء من الناحية الدينية او النفسية او الاقتصادية. لازم كمان تكون مرتب حياتك، مش داخل عشان تتجوز فداخل عندك حياتك الاقتصادية صعبة جدا او المادية صعبة جدا وعليك اقساط، اول يومين ثلاثة هتتعب نفسيا جدا بقى، انا ايه اللي دخلني في القصة دي؟ فالترتيبات والتفكير يا جماعة ده جزء مهم جدا. هيكون عندنا مساعدين لهذا التفكير، هيكون عندنا ناس تفهمنا وتوعينا احنا رايحين نعمل ايه، عشان ما يكونش في مجتمع مفكك، عشان ما نشوفش الاف القضايا اللي موجودة في المحاكم، عشان ما نسمعش المشكلات اللي بتحصل بين الازواج وبتنتهي لا قدر الله سواء بقتل او سواء بانفصال، والضحية بيبقوا الاولاد. ده جزء مهم جدا لازم حضراتكم تكونوا عارفينه، لازم تتابعوه. الموضوع ده هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله. هيكون ضيفي في هذه الفقرة الدكتور محمد عبد الباسط، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى، وهنسمع منه كتير، والفرق دي بتتحرك ازاي وبتتكلم مع الناس ازاي وممكن انا اقدر اوصلها ازاي. ده جزء مهم جدا من حياتنا اللي احنا عايشينها. هيكون كمان ضيفنا في الفقرة التانية الاستاذ خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، وهنتكلم معاه عن مخالفات البناء، هذا الحديث الكبير جدا اللي في ناس فقدت ارضها وفقدت البيوت بتاعتها وابتدت واستثماراتها الكبيره جدا، لانه هو بدا غلط، يعني هو بنى في مكان غلط، هو بنى من غير ترخيص، هو استمر كده وقال انا هتصالح مع الدوله. مين اللي هيتصالح مع الدوله؟ ايه شروط هذا التصالح؟ الـ هذه القرارات اللي بتحصل النهارده من مخالفات البناء، وفي قرارات بتتاخد لهدم هذه المخالفات فورا من الدولة المصرية، تأثيره ايه على الاقتصاد المصري؟ وهل النهاردة انا كمواطن بروح احط كل استثماراتي، كلنا كده تقريبا يعني، كل فلوسنا محطوطة في مكان احنا بنسكن فيه او بنعيش فيه، طب راحت الفلوس دي لان انا اتحركت غلط،
العيب مش عليك، لانه هي كانت الحياه كده، هي كانت الدنيا ماشيه كده، كنا بنشتري بعقود ابتدائيه وارض وضع يد، المهم ان انا لقيت حاجه على قد الفلوس اللي معايا عشان اقدر اسكن واعيش فيها. لكن في الاخر النهارده بقى في قانون وبقى في دوله بتخطط وتقدر انك انت النهارده تشتري او تحط استثماراتك في بيت هتسكن فيه ليك او لاولادك بالطريقه الصحيحه والمشروعه. ده شكله ايه على الاقتصاد الفردي وعلى الاقتصاد القومي؟ ده يمكن هيكون محور حوارنا النهارده في مصر جميله. من فضلكم خليكم معانا. اجري في الحارات خلاص دي الشمس بانت، غني يا بنت ويا البنات، غني يا بنت واجري في الشوارع، اجري يا بنت اجري في الحارات. وحزن